أكد سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام أن الزيارة الأخوية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة إلى البحرين تعد امتدادا لتاريخ طويل من العلاقات الاستثنائية التي تربط بين المملكتين الشقيقتين. وأشار سعادته في تصريح خاص لقناة الإخبارية السعودية إلى أن العلاقات البحرينية السعودية ستظل نموذجا للعلاقات المتميزة الضاربة بجذورها في أعماق التاريخ على أسس راسخة من المحبة والأخوة. البحرين تشرفت بزيارة أخوية لخادم الحرمين الشريفين، وأنا أعتقد هذه الزيارة هي امتداد لتاريخ يمتد لسنوات طويلة أسسها الآباء ويتوارثها الأجيال حاليا، فهي علاقة أسست منذ زمن طويل. ونحن دائما في مثل هذه الزيارات نستذكر المقولة التي قالها الملك المؤسس الملك عبد العزيز رحمه الله عندما زار البحرين في عهد حاكم البحرين في ذاك الوقت الشيخ حمد بن عيسى بن علي الخليفة، عندما قال أن القلوب مجتمعة إلى يوم الدين، ونحن نراها على أرض الواقع فعلا. هذه القلوب مجتمعة دائما، المواقف دائما راسخة وثابتة، وكما قال ضيفك الكريم لم نرى أي مواقف رمادية لله الحمد، دائما المواقف ثابتة وقوية بين البلدين. المملكة العربية السعودية كما قلت منذ عهد الملك المؤسس ومن ثم أبنائه حتى يومنا هذا في عهد الملك سلمان أطال الله في عمره وأمده بالصحة والعافية، علاقة جدا متميزة ونموذج. هذه العلاقة لم تكن من خلال اتفاقيات تعاون، إنما علاقة تمتد جذورها في عمق التاريخ، تربط بلدين، تربط شعبين. وأستذكر أنا هنا زيارة الملك عبد الله رحمه الله عندما قال في زيارتي هنا لا أضيف جديدا، إنما أقول للآخر أننا وطن واحد وشعب واحد، فعلا وطن واحد وشعب واحد، والله يديم هذه العلاقة والمحبة دائما إن شاء الله.